أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من حصة صريح جدا. في هذا العدد الذي سيأتيكم من ولاية باتنا سنحاول من خلاله التطرق إلى موضوع الكاشف عن التسربات الغاز وما مدى اهتمام المواطنين بوضعه في سكناتهم، خاصة في الآونة الأخيرة التي عرفت انتشارا كبيرا لحوادث الاختناقات بالغاز. نتابع. هذا الكشف هذا هو فكرة جيدة بالنسبة للبيوت، وبالنسبة لي هو الله أعلم يكون إذا كان مثلا تعمم على المستوى الوطني راح ينقص من الحوادث هذه وكذا. ما درتوش بصح كنا نلقى بربي إن شاء الله نديروه. حنا نتمناو الدولة الجزائرية توفر هذا الكشف لحماية الأرواح وحماية المواطنين من هذا الخطر المحدق بنا. الناس مثلا نقهين باش نحمي إيمان نغسق مخات. هي تحمي ديمان كذا العائلة تنك كذا كل شيء. هي في متاني فانت هي. نتمنى إن شاء الله تكون يكون في أقرب وقت. كيما أنت ما عندكش؟ حاليا ما عنديش. نتمنى إن شاء الله نديرو. أنا شخصيا في المنزل غير متوفر. نعم، لكن هو يعد في الفترة الحالية ضرورة ملحة على كل مواطن أن يقتني هذا الجهاز إن توفر. بأمر عند رئيس الجمهورية أنه راح يقتني نظن حوالي 20 مليون جهاز وراح يوزع. إن شاء الله إحنا كرؤساء جمعيات نشوفوا كيفاه ونتصلوا بالمسؤولين إن شاء الله، وإذا جابوا لنا لاش لا، إذا جابوا لنا ووفروا لنا نديروهم لينا ونوصيو السكان ثاني، نوصيو السكان هنا في الدشره يديروهم كل. واش الفايده نتاعو في رأي؟ الفايده نتاعو ينبه. قضيه الكشف هذا شيء ضروري جدا ومهم جدا، ولما رئيس الجمهوريه اخذ هذا القرار اكيد جاء بعد الاحداث والكوارث ان صح التعبير اللي عرفتها عديد العائلات الجزائريه. بالنسبه لقضيه الكشف والله شيء ضروري جدا، ونتمنى يعموا على كافة المواطنين الجزائريين الضحايا اللي راهي تسقط حاليا بسبب هذا القتل الصامت، يعني كارثة. ينقص من الحوادث، ينقص من هذا التسرب الغاز اللي رانا نلاحظوا في كل سنة راهي ضحايا بالمئات. نعم ضحايا يعني، ونأسف لهذه الحوادث. فكرة جيدة وإن شاء الله تتعمم في أقرب وقت لينقص شوية إن شاء الله من الحوادث. بتواجد هذا الكاشف إن شاء الله نقضي أو على الأقل نقص إلى حد كبير من هذه الوفيات، لأنه لما عائلات بأكملها تذهب هكذا فجأة شيء مؤسف. كما أنت عارف ما درتوش هذه السنوات كل. والله حاليا ليس متوفر، بإمكان نشريه ولو بدراهم نتاعي ونديرو. للأسف حاليا السوق ما كانش، حنا ننتظروا الشركة نتاع صنع الغاز تلبي النداء التعليمات تاع رئيس الجمهورية بخصوص هذا الكشف إن شاء الله. واش رايك في التعليمة هذه أنه راح يقتني حوالي 20 مليون جهاز ويوزع بالمجان على المواطن؟ والله تحيتك إجلال وإكبار لرئيس الجمهورية، عندما جيت تبون نحييوه يعني راه يخمم في الشعب نتاعو، يخمم في الزوالية، يعني من عندنا هنا من الدوار هذا نوجه له تحيات إجلال وإكبار رئيس الجمهورية. التغطية تاع نسبة تاع الغاز راهي مثلا شوف ولاية باتنا تقريبا راهي فوق 80%، وبالتالي هذه الوسائل. ثانية حاجة أخرى، المقاييس تاع وسائل التدفئة هذه إن شاء الله تكون مقاييس مقبولة وتكون مراقبة من قبل الدولة، يعني باش يزيدوا يخفوا إن شاء الله من هذا الحوادث هذه. أنا أنصح كل مواطن أن يقتني هذا الجهاز، وعلى الوصايا أن توفره بكثرة لاقتنائه من أجل الوقاية من هذه الكوارث.